اليوم قاعدين تحتفلوا بقرنقشو واشوف الجمعيه تبنت هذه الفكره، ما ادري كيف جاتكم فكره الاقامه. هاي القرنقشو هذه شيء تقليدي ومن سنين، ولكن بدل هالايام يعني بالسنين قبل كم سنه بدا ينقرض. فالجمعيه فكرت ان هذا شيء الاطفال الصغار ما كانوا يعرفوا ان شيء اسمه قرنقشو، يعطوهم اهاليهم فكره في البيت ما يعرفوها بس بصفه يعني واضحه. قالت الجمعيه ايش نسوي؟ لو خضيناهم البيوت ربما يكون ما بين السكيك وهذا، نخاف الاطفال من المسؤوليه. لكن اتفقوا مع سابكو، اتفقنا مع سابكو على اساس يجوا، وطبعا هذا من العام الماضي، انه يمروا على المحلات ويوزعوا عليهم حلويات ويعلمهم الاغنيه. ركبناهم الباصات، اعلنا في الجمعيه، وعضوات الجمعيه كل واحد جاب حضرت اولادها في الجمعيه، وراح تستلمهم من سابكو بعد النهايه. فنمر بهم على المحلات كلها ويغنوا الاغنيه المعتاده هي قرنقشو يوناس. كم عددهم الاطفال اللي يبينوا مني؟ والله حوالي 40 طفل وزياده، يعني ما يتعدى ال 50. طيب من هذه اول سنه؟ هذه السنه الثانيه، لكن السنه الماضيه كان على مستوى صغير طلعوا المجموعه، لكن السنه على مستوى اكبر شوي. ما ادري السنه الجايه كيف فكرتكم ايضا؟ وان شاء الله السنه الجايه نحاول يعني نطور فيها، بدل ما نجي للدكاكين ناخذهم لو ثلاث اربع بيوت وبعدين نتحول للمحلات، على اساس ياخذ الفكره التقليديه السابقه للاطفال، يمروا على البيوت ويعطوهم الحلوى والفراخ. اول زمان يعطوهم حلوى عمانيه وفراخ. أيوة. بس هنا اشوف في المحلات هذه انت عارف تو الفراخ الاول الصغار هذا انقرض، والحلوى الفراخ الكبار ما ممكن يستوي مع الحلوى هذا. ونفس الشيء تو الاطفال كل واحد خايف على اولاده على انه يتوسخ، فنعطيهم هذا الملبس في القراطيس ما يتاثر بيهم.